تنتظر وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين الحصول على موافقة البيت الأبيض على خطط اقترحاها لتسليح أوكرانيا بقذائف مضادة للدروع وأسلحة أخرى من أجل تصدي الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا بحسب صحيفة أمريكية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين نقلا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية أمريكية لم تسمها أن الأسلحة التي وصفوها بأنها دفاعية يمكن استخدامها للتصدي لأفعال عدائية من قبل موسكو. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تسمه أيضا قوله إن البيت الأبيض لم يناقش بعد هذا المقترح ولم يتم إعلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به، وبالتالي فإنه ما يوقفه منه غير معروف حتى الآن. ووفقا للصحيفة توقع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون أن موافقة البيت الأبيض على مقترح مثل هذا قد يستغرق عدة أشهر في حال صدوره. وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدثة باسم البنتاغون قالت إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تستبعد خيار تقديم أسلحة دفاعية نارية نوعية إلى أوكرانيا.